هددت شركة إير فلوتر الروسية الثالث من فبراير المقبل لإعادة استئناف أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة. هذا وتسلمت الشركة مكتبها بالمبنى رقم 2 حيث يجرى تجهيزه للعمل. وبحسب مصادر بمطار القاهرة فقد أرسلت الشركة خطابا رسميا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني المصري ستقوم بموجبه بتنظيم رحلتين أسبوعية.